صوت المدينة صوتك انت عم بتناديني كل رصيف كل عمود يذكرني بلما كنت بعدك موجود كان في بزاوية باخر الحي بناي واطن عودة سطحة متخبى بين خزانات Okay. نحن اللي جمعنا بالأساس هو حبنا وشغفنا الكبير للموسيقى وتحديد للموسيقى العربية. نفوت على الاستوديو لنسجل ما بنكون كاتبين شو بدنا نحكي شو بدنا ندق ما بنكون هالقد محضرين لا بنفوت بروح انه بدنا بس ندق موسيقى أدونيس العالم ببيت صغير وما حدا بيعرف شو بيصير فوق السطوح أدونيس وعلى السطوح أدونيس ما حدا بيعد وما حدا بيقيس ما حدا ملاك ولا إبليس فوق السطوح أدونيس بد ما يكون حظك تعيس يمكن تغييرك شايس حدا يحكي لك ولا حاسس أو حدا يكون الشيء اللي بيخلينا نكفي بهالقد حماس هو انه كل واحد منا عنده حياته غير الموسيقى وعنده مسيرته وعنده شغله وعنده جماعته فالموسيقى بتضل بالنسبة لنا هي مثل مهرب هي مثل منفذ فمش معقول نعملها الا اذا عن جد مبسوطين وعن جد حابين من كل قلبنا شو عم نعمل بأول سيدي كانت كل غنية مثل محل وهالمحل بيخبر قصة يعني شبابيك بتحكي عن البنت اللي كنت شوفها من شباك قوت دول البلدية بتحكي عن أول مرة بس تحت دول البلدية صوت المدينة بتحكي عن الأشياء الصغيرة بالمدينة اللي ما بيكون لها معنى بس منسب لها معنى وقت نكون عم نختبرها مع حدا بيعني لنا اللحظة كل دقيقة اسمك عم بيصير بيدينا هي موسيقى بيبني روحي عن كل شي في أبيات وأشعار بالحلم وبالحقيقة هلا هذا السي دي الجديد اللي عم نكتبه اكيد غير الوضع لان اول شيء بطلنا بالجامعه وكبرنا واختبرنا الحياه اكثر بطل فيه هالقد ريفرنسات لمحلات معينه صار اكثر بيفوت لجوا وبيجرب يخبر عن اختبار مثل ما انعاش
هالشي بيعود لفهم أكتر للواقع اللي حوالينا ولثقة أكبر بالتجربة تبعيتنا بهالبلد. بتخبي أسرار شبابيك، بتخبر أسرار شباك قضبان وحديد وخيال رجال وحيد بعد عم بيقرأ كتاب. بننسب المشاعر للناس أكثر وللمحلات أقل، نكتشف إنه المحلات كلها فاني وكلها رح تروح، بنات بتطلع بنات بتنزل، الناس بتنقول مود، بتغير مدن، بتغير حياة، يلي بيضل هو اللحظة يلي عشناها.